مساء الخير لأحلى مشاهدين مشاهدي بيتنا العربي المشترك، بيت للكل. يسعد مساكم ويسعد مسا زملائي كمان. مساء الخير. مساء الخيرات يا ياسمين. خير للجميع. أهلا وسهلا فيكم. بجزء نكاد نجزم أن العلم هو رأس الحربة في كل شيء، هو أساس كل شيء، أساس أمن المجتمعات وأساس الأمن القومي في كل الدول. ولولا العلم لما تطور الإنسان منذ آلاف السنوات من أكل ورق الشجر وارتدائه إلى أنه سخر كل هذا العلم اليوم لصناعة الغذاء بنفسه وصناعة كفايته، ولما توقف عن أنه يسكن في الخيم وفي بيوت الطين إلى ما توصل إليه اليوم. نحن نرى القصور وكل أنواع المعمار المدهشة التي تحولت فقط بسبب العلم والتكنولوجيا. بالضبط. ولا شو رأيكم؟ بالضبط يا ياسمين، حقيقة ما تتحدثين به هو قضية ثورة كبيرة، ثورة تكنولوجية. الإنسان بحد ذاته منذ الخليقة، منذ الوجود، هو باحث عن جميع الأشياء، بحث في الرسم، في النحت، بحث عن متطلبات الحياة اللي يحتاجها. لكن اليوم الثورة التكنولوجية الحديثة اللي دخلت لنا، وانفتحت مواقع التواصل الاجتماعي والأشياء الرقمية، بدأت الباحث يبحث بطريقة ثانية مختلفة مغايرة عما كان في السابق. بلداننا العربية مفرحة بها جيل شاب واعد يقدم ويبحث وينتج، وبدأ يوصل كثير من الأبحاث للعالمية. دي حقيقة. أنا بتفق جدا معاك وأحمد وياسمين، وبشوف كمان أنه البحث العلمي أهميته أنه يسهل حياة الإنسان، وأنه الإنسان حياته تبقى أسهل. يعني خلينا نضرب أمثلة واقعية من بلداننا العربية مثلا. يعني إحنا عندنا مثلا لما ما كنا في زيارة للأردن، كمية التطور اللي بيحصل طول الوقت هو نتائج لبحث علمي. صحيح. في الطرق، في الطب، في العلم، في التكنولوجي، في الحاجات. مثلا في مصر، مصر بتقفز الآن، يعني اقتصاديات مصر قفزت لأشياء كثيرة جدا. اهتموا بالتربة الزراعية، اهتموا بالمحاصيل الزراعية نتيجة أبحاث. حتى الكباري اللي الناس بتشوفها وانت مثلا راكب الكوبري وماشي، وتلاقي الكوبري المعلق والكوبري اللي بتستفيد منه، وانك تحط أعداد كبيرة جدا على طرق سريعة، المونوريل اللي هيبقى موجود في مصر، كل هذه الأشياء قائمة على بحث علمي لتسهيل حياة الناس والمجتمعات. فإذا البحث العلمي ده هو أصبح زي ما بنقول هو سلاح الإنسان لغد أفضل. يعني عبر تاريخ البشرية جمعاء، دائما بنقول كل ما نشاهده من اختراعات ومن تطور وكل ما وصلنا إليه من خدمات للبشرية هي أتت بالأساس من خلال بحث علمي للوصول لهذه النتائج. اليوم عندما نتحدث عن البحث العلمي هو أمل الشعوب، نتحدث عن طبعا التمتع، الرفاهية، تقديم خدمات مميزة دائما للجميع، نتحدث عن تطور الشعوب. قد ما البلدان بتدفع على البحث العلمي أكيد راح يكون لديها دائما قوة، لديها دائما علم، لديها دائما تطور كبير. فرقي البلدان هو عنوانه، قديش أنا ببحث وقديش أنا بدعم البحث العلمي. أكيد يا حازم، وأكيد يا شفكي، وأكيد يا أحمد. إذن اتفقنا أن البحث العلمي هو أساس تقدم أي دولة وأساس بقائها وأساس أن تكون على خريطة المستقبل القريب.